ابدا معك جويس في جنوب لبنان واخر التحديثات المتعلقه بالمشهد الميداني وان كانت هناك غارات جديده رصدت في جنوب لبنان يحيى بعدما رصدنا اطلاق صاروخ على الأقل قبل قليل من جنوب لبنان تحلق الطائرات الحربية الإسرائيلية في هذه الأثناء في أجواء هذا المنطقة هنا في القطاع الأوسط عادة عندما تحلق بهذه الكثافة وبهذا العلو المنخفض فإنه يرجح أن تكون هناك غارات ستشنها, ستشنها هذه المقاتلات على القرى والبلدات اللبنانية ولكن بأي حال يمكن القول أن المشهد هذا المساء وهذا اليوم يعود بنا إلى أسبوع مضى عندما بدأت موجة الغارات المكثفة على قرى وبلدات جنوب لبنان ويوم بدأ أيضا حزب الله بعملياته النوعية باستخدام صواريخ جديدة أدخلها إلى المعركة القائمة وهذا التصعيد من الجانبين في الأسبوع الذي مضى نحن نتحدث عن يومين تراجعت فيها فيه فيهما حدة المواجهة حدة الغارات الإسرائيلية وحتى يعني عدد العمليات التي نفذها حزب الله اليوم نعود لنشهد على موجة من الغارات على القرى والبلدات الجنوبية نتحدث عن عشرات الشهداء والجرحى ليس فقط في عين الدلب في محيط صيدا حيث أدت الغارة إلى سقوط 32 شهيدا وإنما أيضا في حروف وكيف وفي كفرة وفي العباسية وكذلك الأمر في دير قانون النهر وبالتالي نحن نتحدث عن توالي المعلومات عن سقوط عن سقوط صواريخ من المقاتلات الحربيه الاسرائيليه نتحدث كذلك الامر عن استهدافات ممنهجه للمنازل للمباني للقرى والبلدات الجنوبيه في كفره قطع الطريق جراء القصف الاسرائيلي والغارات الاسرائيليه وفي هذه الأثناء التحليق منخفض جدا لطيران الحرب الإسرائيلي في سماء هذا المنطقة وبالتالي هذا اليوم شهد تصعيدا لافتا إن كان كما ذكرت على صعيد الغارات الإسرائيلية التي عادت بموجات كبيرة في الوقت عينها أكثر من عشرين بلدة جنوبية اليوم تم استهدافها في اللحظة عينها ما أدى إلى سقوط كما ذكرت العديد من الإصابات نحن نتحدث عن تدمير لطبقات عدة في مبان سكانية مباني معظمها مأهولة بشكل كبير كبير. هذه المناطق التي يتم استهدافها نزحت إليها العديد من العائلات الجنوبية وبالتالي هذا يؤدي إلى ارتفاع في حصيلة الشهداء والجرحى من جراء هذه الغارات في المقابل حزب الله كما ذكرت عاد اليوم ليتحرك بأريحية كما كانت عليه الأمور في الأشهر والأسابيع الماضية نتحدث عن عدة عمليات تم يعني تنفيذها اليوم من الجانب اللبناني صواريخ فادي واحد صليات من الصواريخ كبيرة جدا أطلقت من جنوب لبنان استهد استهدفت المستعمرات استهدفت مدينة حيفا وبالتالي هذه العمليات النوعية لحزب الله مستمرة ولكن اللافت كذلك الأمر هو تمكن حزب الله من استهداف عناصر لجنود الاحتلال في محيط المواقع التي الإسرائيلية المقابلة للقرى والبلدات اللبنانية هذا يعني أن حزب الله كذلك يتمكن الآن من التقدم باتجاه هذه المواقع أولا للرصد ومن ثم للاستهداف وهذا يعني أيضا أن حزب الله لا يزال قادر على استخدام الأسلحة والصواريخ التي يمتلكها بشكل عادي في القرى والبلدات الجنوبيه لا بل اكثر من ذلك نحن نتحدث عن استمرار منذ اسبوع وحتى هذا اليوم عن استمرار استخدام حزب الله لصواريخ جديده تم ادخالها كما ذكرت الى المواجهه في جنوب لبنان وعليه هناك ترقب للساعات المقبله خصوصا في ظل السيناريوهات التي تتحدث عن امكانيه حصول توغل يحيى